عادلة. ومن جريدة الوفد، وزير الصناعة انتهاء اعتصام عمال كيما أسوان بعد وعد بتنفيذ مطالبهم. أعلن منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار أنه تم أمس السبت فض اعتصام عمال الشركة المصرية للصناعات الكيماوية كيما أسوان وفتح جميع أبواب الشركة أمام الإداريين لممارسة عملهم، وذلك بعد لقائه بالعمال والذي استمع خلاله إلى مطالبهم والمتمثلة في تحسين أوضاعهم الوظيفية وهيكلة الأجور من حوافز ومكافآت نهاية الخدمة وعقود العمال اليومية ومساواتهم بزملائهم في شركات الأسمدة الأخرى.